خروج قوم يأجوج ومأجوج هيدمر البشرية حرفيا. رعب غير عادي من قوم عددهم زي عدد حبات الرمل. قوتهم وفسادهم في الأرض رعب وخراب غير عادي. من علامات الساعة الكبرى إن السور اللي بيفصل بين البشر وبين قوم يأجوج ومأجوج هيدمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. عشان يخرج من وراه قوم يأجوج ومأجوج ويفترسوا أي كائن حي موجود على الأرض. قبل طوفان نوح عليه السلام اتولد لنوح 4 أبناء منهم 3 أبناء مؤمنين وصالحين، سام وحاف ويافس. أما الابن الرابع كنعان رفض يركب السفينة ورفض الإيمان بالله، فغرق في الطوفان وهبطت سفينة نوح بسلام، ونزل منها الأمة البسيطة اللي أمنت بالله وأمنت بنوح عليه السلام. ونزل من السفينة أبناء نوح 3، وكل واحد من أبناء نوح عليه السلام بدأت سلالته تنتشر في الأرض. ومن سلالة يافس ابن نوح جه يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول مش اسم شخصين ولا كائنات فضائية زي بعض الناس ما بتقول، دول اسم قبيلتين من نسل يافس ابن نوح عليه السلام. قبيلة يأجوج اسمها مأخوذ من أجيج النار، وأجيج النار اللي هو التهاب النار اللي بتكون نار حامية جدا. وقبيلة مأجوج اسمها مأخوذ من الماء الأجاج، وشهم عريض ومليان وعيونهم صغيرة، أقوياء وصعب إن حد يقدر عليهم. أعدادهم كبيرة جدا لدرجة إن في أحاديث عن يوم القيامة لما ربنا يؤمر بإخراج قوم من النار للجنة هيخرج شخص واحد بس من 1000 شخص، والمقصود ان 999 من يأجوج ومأجوج هيفضلوا في النار. يعني باختصار الحسبة كده كل شخص موجود على الأرض حط قصاده 1000 شخص من يأجوج ومأجوج، والواحد اللي خرج من النار ده من باقي نسل آدم هو اللي هيخرج من النار ويدخل الجنة. انت متخيل عددهم قد ايه؟ اللي حصل انهم كانوا قوم مفسدين في الأرض بيؤذوا كل القبائل اللي جنبهم واللي حواليهم، وبيهجموا عليهم مرة كل سنة وياخدوا كل خيرات البلد ويتسببوا في قتل الناس وإصابتهم ويسيبوهم ويمشوا. ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وذكر أيضا في سورة الأنبياء. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ده غير الأحاديث الكتير للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوم يأجوج ومأجوج. قوم يأجوج ومأجوج محبوسين ورا سور عظيم، واللي بنى السور ده وحبسهم هو ذو القرنين. وكنا اتكلمنا عن ذو القرنين في الحلقة اللي فاتت وإزاي قدر يبني سور عظيم حبس وراه قوم يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج على البشرية واحدة من علامات الساعة الكبرى. بعد خروج المسيح الدجال وخرابه في الأرض 40 يوم بيخرج عيسى عليه السلام عشان يقتل المسيح الدجال. بعد قتل المسيح الدجال ربنا بيوحي لعيسى عليه السلام إن في عباد لا يدان أحد بقتلهم. فحرز عبادي إلى جبل الطور. يعني خد المؤمنين اللي معاك يا عيسى وروح عشان تستخبوا في جبل الطور. جبل الطور الموجود في سيناء اللي ربنا كلم عليه موسى عليه السلام من يوم بنى السد على يأجوج ومأجوج، وهم كل يوم بيحاولوا يفتحوا السد، وكل مرة لما خلاص هيقربوا من النهاية وهيفتحوا السد فبتغرب الشمس او النهار بيخلص، فالقائد بتاعهم بيأمرهم انهم يمشوا عشان يجوا تاني يوم ويكملوا في حرف السد. فبأمر من الله بيتردم تاني المكان اللي حاولوا يفتحوه في السد، ويجي تاني يوم عشان يفتحوا السد وتغرب الشمس، واللي حاولوا يفتحوه في السد يتردم تاني بأمر من الله سبحانه وتعالى. الوضع ده موجود من آلاف السنين وهيفضل موجود لحد ما يأذن الوعد الحق. ولما يأذن الوعد الحق ويجي عشان يكسروا في السد فبتغرب الشمس ويقول لهم قائدهم سنكمل غد إن شاء الله. يعني قوم يأجوج ومأجوج اللي منعهم من الخروج إنهم يقولوا ان شاء الله، فبيجوا تاني يوم عشان يكملوا حفر في السد وبيلاقي الحفرة بتاعت امبارح زي ما هي، فبيكملوا تكسير وبيتكسر السد بامر من ربنا سبحانه وتعالى، وبيخرجوا على الناس عددهم مهول جدا مفيش حد يقدر على قوتهم ولا عددهم، وبيخرجوا الى الارض ويفسدون ويقتلون الناس ويفسدون في الارض. رعب غير عادي من قوم يأجوج ومأجوج على البشر، بيفترسوا البشر وياكلوا اي كائن حي موجود على الارض. وفي بعض الروايات اللي بتقول انهم هيشربوا كل البحور اللي موجودة في الارض. وبعد كل الفساد اللي حصل ده بيروحوا على جبل الخمر. جبل الخمر ده جبل بيت المقدس. بيروحوا على جبل الخمر وبيقولوا احنا خلاص قتلنا كل اللي على الارض، هلما نقتل
من في السماء. هما معتقدين انهم قتلوا كل اللي على الارض وعايزين يقتلوا اللي في السماء، فبيضربوا بسهامهم الى السماء فبترجع السهام من السماء وعليها نقط من الدم، فبكده عندهم ظن انهم قتلوا اللي موجودين في السماء هما كمان، فبيزيد ضربهم في السهام. وهنا كان عيسى عليه السلام موجود هو والمؤمنين اللي معاه في جبل الطور، وبيروح قوم يأجوج ومأجوج على جبل الطور عشان يهلكوا عيسى عليه السلام هو والمؤمنين اللي معاه. خلاص هما كده عندهم ظن ان قتلوا كل اللي موجود في الارض وكل اللي موجود في السماء، وفاضل شوية بشر كده موجودين على جبل الطور. وبيلجأ عيسى عليه السلام لربنا سبحانه وتعالى وبيدعيه ان يخلصوا من قوم يأجوج ومأجوج. تخيل معايا قوم يأجوج ومأجوج بقوتهم وعددهم ده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقضي عليهم ازاي؟ ممكن يبعت جيش من الملائكة عشان تقضي عليهم، ولا ممكن الارض تنشق من تحت اقدامهم وتبلعهم. ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لهم دودة صغيرة، دودة صغيرة اسمها دودة النغف، وباء، وباء من الديدان هينتشر بين يأجوج ومأجوج، وهيموتوا كلهم موتة واحدة وفي وقت واحد، وبتكون جثثهم في كل مكان في الارض من كتر عددهم المهول. الارض كلها هتبقى مليانة بجثث قوم يأجوج ومأجوج. وهينزل عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه من فوق جبل الطور، وهيسأل احنا نعمل ايه في كل الجثث دي؟ مش معقول هنفحط في الارض عشان ندفن كل الجثث دي، ده عددها مهول جدا. عيسى عليه السلام بيدعي ربنا ان يخلصوا من كل الجثث اللي موجودة على الارض وريحتهم النتنة. فبيأذن ربنا سبحانه وتعالى وبيبعت طيور بحجم الجمال، طيور ضخمة جدا، وتشيل الجثث عشان ترميها مكان ما يشاء سبحانه وتعالى. وبعد كده بيأذن ربنا سبحانه وتعالى عشان ينزل المطر وتغسل الأرض من رائحة جثث قوم يأجوج ومأجوج. ويفضل على الأرض عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه ويحكم الأرض بشريعة الإسلام لحد وصول باقي علامات الساعة الكبرى. ودي كانت قصة قوم يأجوج ومأجوج، ولو انت بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.